سلام البنات، اش اخباركم؟ هانيين هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا ديال اليوم، يوم من يوميات امراه عامله غادي شاده طريقي للخدمه ان شاء الله بحول الله. بديت معكم اليوم من الطوبيس. روتيني اليومي الحلال، روتيني اليومي الحلال، ماشي روتيني اليومي لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما غنقول. المهم البنات، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم هاد الروتينات اللي كندير معاكم، هاد اليوميات، هاد الفلوغات، نتمنى كيف كنقول دائما من كل صميم قلبي. هذا مكان وراني غادا معطلة شوية، فطرت عدا عدا جديت الطوبيس، راكم عارفين اني ما كنفطرش في الدار، كنفطر هكا في الزنقة. شي مرات والله الا ما كتجينيش تلقانا على الفطور، انا ماشي من الناس اللي يعني الفطور ضروري يوميا، شي مرات ما كتجينيش تلقانا سبحان الله العظيم، داكشي على حساب كل مرة وكيفاش، مرة ترشق ليا مرة لا، ما نعرفش شنو هاد. وهي الفطور راه مهم، الفطور اساسي اساسي، خص بنادم يفطر يوميا، الفطور يعني هو الاساس باش كاين بنادم كيتوكل بالصباح وكيل ولا والو، ما كيجيش الفطور ديما. المهم انتما معايا تنشوفو شنو غادي نديرو ان شاء الله في هاد البلوك هذا ان شاء الله بحول الله. البنات دخلت الخدمه، ديما كنلقاها مخليه ليا مجده ليا داكشي اللي غادي يكون في الغدا. هادو كانيلونيس، هادو طايبين، طابو نهار، هادو نهار السبت والبارح وجداتهم هي كانيلونيس. انا ملي كنبغي نوجدهم انا كتقول لي وجديهم، هادو طيباتهم هي كانيلونيس ديال دير ساهلين البنات، وكيجيو لذاد غير بالطون والبيض والزيتون وشويه صلصه الطماطم، وكتعمري بهم هادوك صافي، هادشي اللي فيهم، والبيشاميل صافي هادشي اللي فيهم. وهنايا الحوت ما عرفتش باقا، ما عرفتش شنو غادي ندير ليه، باقا ما قالت لي والو، يا اما كنطيبو هكا ندير معاه شويه انيلدو والبزار والملح وندخلو الفران والزيت بطبيعه الحال، ولا كندير معاه البطاطا هكا مقطعه الدواور والبصله وصافي، وكنخلي البطاطا والبصلات. راه فايته دايره معكم هاد الوصفه، راه كاينه في القناه، البطاطا والبصله كنديرهم هما الاولين يطيبوا، عاد كندير عليهم الحوت، كتجي لذيذه وسهله سهله وسريعه في الطياب. هذه دوراده وهادشي اللي كاين، هذا هو الوجبه ديال اليوم. هادو تما كيجيو غزالين، كيجيو لذاد. اذا بغيتو واخا ما كديروش ليا كاسو، ما كتخليوش لي لايك بزاف باش كتشجعوني ندير لكم وصفات. هذا مكان. وهنا اخواتي وجدت دوراده كيف كتشوفوا، زيت الزيتون انيلدو والحامض والملح وشويه البزار، وقرت واحد مطيشه كبيره هكا وصافي. هذه الطريقه راه واقيله فايته دايرها في القناه، هذه الطريقه وكندخلوا الفران، سهل جدا، ما كي 10 دقائق كيطيب. هذا اللي بغى اكل صحي وسريع راه هو هذا وصافي. وهذه الوجبه الاولى ديال اللي وريتكم، وهذا البيشاميل غادي نكبوا عليه ملي نبغي نسخنها يتغدى، وغادي نكبوا عليه باش ما يجيش ناشف، البيشاميل مع شويه البزار الفرماج جا وغادي نكبوه صافي، وغادي ندخلوه هذا كيف قلت لكم، غادي ندخلو الفران صافي. وهنايا كيف شفتم ملي سخنا وزدنا عليه داك البيشاميل داك الكانيلونيس، ولاو مزيانين مابقاوش ناشفين، حيت الا باتو كينشفو وكيجي رائع جدا، كتسخنيه بحال يلاه طيبتيهم من جديد، كيجيو لذاذ البنات. هاد كانيلونيس بالطون الا لقيت بزاف التعليقات عليه ولقيت اللايكات عليه، نقدر نديرو معاكم ان شاء الله بحول الله، نوجدو معاكم، راه سهل جدا، الطون والبيض والزيتون وصافي، هادشي اللي كاين، كيجي زوين بزاف البنات. هذا وهذا الحوت مني طاب كيف كتشوفوا، كيجي لذيذ حتى هو بهذاك انيلدو، كيجي زوين بزاف حتى هو.
كيف كتعرفوا هذا هما النصارى كياكلوا الاكل الصحي كيف كنقول لكم دائما، ولذيذ، اكل صحي ولذيذ في نفس الوقت. ايوا هنا يا البنات خرجت تخالفت مع الطوبيس، معليش ما كتابش نشدو، لاقيه شي حاجه كوما كانت لاقيه شي حاجه كون راه كتاب ليا نشدو. دابا هو الطوبيس مشى لحقاش ما مكتبش ليا ركب في هاد الطوبيس، شوفي انا طوبيس مكتب ليا فيه ولا ما كتبش راه على شي حاجه. انا كنامن بالمكتب كنعبر ليكم كنعبر، والله الا مشى ما نجريش ما نجريش بشويه نوصل وقت اللي وصلني الله، وقت اللي وصلني ربي الحبيب انا نشد هذيك الساعه الطوبيس، لا ما الا ما جديتش هذا نشد الاخر. واش انا نمشي نجري نسخف انا ودايره لك ماما نمشي نجري ونسخف نسخف انا على قبل باش نشد الطوبيس ياك ودي لابات لا والو ما نجريش لا لا ما نجريش حتى يجي الطوبيس الاخر على خاطر انا نجلس ديري لي الكرسي فين نجلس في البارادا غنجلس حتى يجي الاخر. كاين شي مشكل؟ ما كاينش مشكل، لي زربو مات وقت يزربو مات ولا زربي على صلاح. ايوا دابا حنا غنجلسو نتسناو لاخر تيجي، هذا مكان اللي كتب لينا غنمشيو فيه ياك البنات، كاينه ولا ماشي كاينه؟ اه ايوا ديروا عقلكم معايا ما تجريش لا ما تجريش، وقت ما وصلتي هو هذاك، وقت ما وصلك الله ليها هو هذاك. هذا مكان خرجنا من الخدمه وغادي نمشيو لشي سويعات تاني ان شاء الله بحول الله، وهانتوما معايا شي اللي كاين شوفوا شنو كاين عاوتاني شنو غيدوز في هذا النهار هذا، وخليكم معايا ما تزربيوش الفيديو شوفوا الفيديو كامل. ايوا البنات دخلت الخدمه، المهم هاد الناس الحمد لله الصراحه ما كيخليوش ليا هذا بزاف، عندي غير لا بابا خي غادي ندير فيها دابا المواعن اللي كاينين، ما عنديش زعما الشغل هكا ما كيخليوش ليا نتوما، صافي غير واحد الكويس وصافي شي حاجه قليله ما كيخليوش ليا الشغل بزاف. وعندي الفران غادي نغسلو صافي، هادشي اللي كاين ما عرفت شنو داروا شي حاجه شي حلوه واقيله ما كيخدموش في الفران الصراحه بزاف، غير اليوم لقيتهم داروا فيه شي حاجه يمكن بان لي الدقيق واقيلا دايرين كيكه ولا ما نعرف. وصافي وعندي هنايا الصوفه خصني نجمعها صافي، هادشي اللي كاين ما عنديش زعما شي حاجه، والبيت كنلقاه مجموع بيت النعاس كنلقاه مجموع، غير كان الا كان خصني نبدل هذه الصابونه وصافي يعني ما كندير شي حاجه كنشطب هكا ولا كان شي صلاح ولا كان شي حاجه وصافي. هذا مكان غادي نمشي ندير هذه الماعن في لبابا خيا وصافي، هادشي اللي كاين. وغادي نغسل الحمامات وندير لك كان شي صابون يتصبر وصافي، هادشي اللي كاين البنات. المهم دابا غتخليوني نخدم ما نوريكمش كيفاش كندير الخدمه، غتخليوني نخدم شويه وهذيك الساعه المهم انا وريتكم الروتين ديالي شنو كاين شنو كندير في النهار كامل، عام الخدمه الخدمه للدار هادشي اللي كاين، وكنكملوا الشغل في الدار. هذه هي سميتو فين كدوز ام زكريا الوقت ديالها، هذا مكان. المهم البنات دابا غنخليكم تنخرج وهذيك الساعه نكمل معكم الفلوج. سخفتي البنات هذه ماشي شي تماره، ولكن بنادم المراه كيتحرك كيعيا ضروري، واخا تشدي على كرسي وتجلسي راه تعيا، والله العظيم لا اله الا الله وصافي الحمد لله يا ربي. هانتوما البنات هذه كتكون عامره بالشوكولاط، هذه خاصه بيا عارفين اللي كيعجبني الشوكولاط، دابا ملي غتخوى عاوتاني غيعمروها خاصه بيا مالين في الصراحه والله العظيم مساكن، والله عارفين اللي كان كيعجبني الشوكولاط كيعمروا ليا الطويسه بالشوكولاط كيقول لي هانتي فيما تجي كولي اللي عجبك والله العظيم، ولكن كيحمقني انا هذا كيحمقني عرفتوا. هذا لحت البواطه ديالو ما نوريها لكم، ما بين مالح وحلو المذاق ديالو،
ما بين ملي كتاكليه في الاخر كتجيك ديك الملوحيه، غزال غزال بزاف والله. ما دابا نشوف الا لقيت الكاخه نوريها لكم. وهذا البرودوي البنات واعر 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 واعر، هذا اللي طاج اللي في الحوايج، كي تغرس الكراسه اللي في الكوزينه، الحمام، هذا اي حاجه بغيتيها، الفران، لكل شيء البنات، لكل شيء لكل شيء غزال بزاف. كانت خذات لي قرعه شراتها لي انا، راه كنت شاركتها معكم في واحد الفيديو وما عقلتش من قالت لي خذاتها، والله ما عقلت. دابا نعاود نسولها ونخليها لكم ان شاء الله في التعليق. دابا نعاود نسولها، غزال بزاف هاد النوعيه، هذا زوين. دابا غادي نرشوا الفران. دابا درت لابادوره شويه، الفران غادي نرش شويه ونديرو يسخن صافي ونمسحو، حتى ما مسخش بزاف، غير هادي غير لاطا صافي، ما مسخش الفران بزاف، ما كيستعملوش صراحه. ودابا عزيزاتي حليت لكم كاميرا على 50 اورو، اي والله عطيكم شي 100 مليون ديال الصحه من هاد 50 ديال خمسينات الخمسينات خمسينات، ولكن معاهم الصحه ضروري. حيت بزاف الاخوات كيسولوني كيقولوا لي شحال كتجي تاخدي للساعه، شحال كتخلصي للساعه؟ كنتخلص 10 اورو، ولكن نتوما فين طحتوا؟ كاينين ساره اللي كيخلصوا اكثر، كاين انا كنعرف ناس اللي كتخلصوا حتى ل 15 اورو في الساعه، ولكن تيو في من طحتي كيف قلت لك. المهم انا كنتخلص 10 اورو السوايع اللي كنخدم في الساعه 10 اورو. هاد الناس كيعطوني، دابا كنخدم 4 السوايع كيعطوني، هادو اللي جيت عندهم دابا كيعطوني 50 اورو، انا كنخدم غير 4 وهما كيزيدوني، يعني بحال اللي كيخلصوا ليا ساعه زايده. علاش؟ لحقاش كنت نخدم يومين في السيمانه، كنت نخدم 3 السوايع اثنين وثلاثة السوايع الجمعة، دابا وليت كنخدم غير اثنين على حساب هاد الكوفيد اللي كاين، باش ما نبقاش نجي كل مرة، يعني راكم عارفين. وهما بحال عوضوني، يعني كانوا كيعطوني 60 نقصوا لي ديك 10 وزادوني 10، دابا كنخدم غير 4 السوايع وكيخلصوا لي ساعة زايدة. هذا ما كان، وانتوما فين من طحتو كي قلت لكم، هذا هو اللي كاين. هاد السؤال كيطرح عليا شحال من مرة انا جاوبتكم عليه. وبهكذا البنات خرجت من الخدمه، دابا غادي نمشي الا قدرت نوريكم مالين التواب، دوك اللي تيديروا التواب جوج اورو، بقاو معايا تنشوف الا كانوا حالين. دابا 8 الا ربع، ما عرفتش غادي نلقاهم حالين ولا لا. المهم 8 الا ربع هذيك الساعه غادي نشوف. طلعت من هاد الزنقه، هاد الزنقه اللي غنتما غدا وغنخرج غنتلو على يدي هكا، كاينه واحد المهم كاي اتوتش، هاد مالين التواب كاينين في كاي اتوتش، فين غتلقاوهم. المهم انا غنقرب هذيك الساعه، واخا وريت شحال من خطره وريتكم، ولكن البنات كيقولوا لي فين وهذا ما عرفتش، واخا مع انني كنوريكم فين كاينين. ورا ديما طالعه من العقبه والنار شعلة فيه بحال ديما الأغنية، طالعة في العقبة والنار ما عرفت شناهي هذيك، كنساها والله العظيم. قالوا لي الدريات في التعالق كملوا لي الأغنية ونسيتها، والنار شاعلة لهيه والله ما عرفت، والله ما كتدخل لي العقل، كنساها. المهم كاينين هادو، كاينين هادو، هاد الحانوت هذا جا في الشوكه الكبير، ولكن انا غنديكم من الاخر، ما غندخلش لهذا، غنديكم من الاخر ديال اللي فيه ديال جوج اورو. ها نتوما، ها اتوتش، هي اتوتش كاينه تما، كاينه اليوب، اليوب كاين هنايا واحد خيناسيو، وهذه هي في الشوكه، هي هاد هي هاد المحل، هاد راه فايت ليا درت لكم فيه، هذا غنوريكم ها نتوما، وهذا فايت ليا درت لكم فيه جوله، ولكن دابا انا غنديكم الاخر. ها نتوما شوفوا التويبات، شوف بالنسبه للظلام فنين والله الا زوينين.
بالنسبه للطليمطه تيجي واعرين هاد التوابل نتوما غزالين والله العظيم. المهم هذا خليته يكون ليا الوقت وديك الساعه ندخل ندير لكم في جوله. دابا غادي يسدوا هادو كيسدوا بكري. هنا كيف كتشوفوا دخلت التيلدة هذه اللي معروفه بتواب جوج اورو كيف كتشوفوا هذا غزال بزاف. هذا بالنسبه للجلبات هكا دوك دير لها شي بصاله مخزنيه سخيخنين مع لي بوط كيجيو فنين. هادو في البرد زوينين بزاف. كاين هادو كاين هاد الكارو كاين بزاف الاشكال يعني التويبات. الثوب عمرك ما تحقري من تشوفي هكا حتى كيتخيط ويطلع هذه الساعه كيبان لك الثوب كما كان الثوب النوع ديالو اللون ديالو تيتخيط عاد هذيك الساعه كنحكموا على الثوب كي داير وما يكونش شي ثوب كيتحبب وصافي. هادو بالنسبه لجوج اورو الصراحه ثمن مناسب جدا شي حاجه زوينه. 6 اورو 3 متر يعني مخير بزاف. وشحال من خطره انا خديت منهم قول لي الثواب زوينين صراحه. هاد الكحل تا هو فن هو هاد الليموني كيف كتشوفوا فيه بحال الزقلي زوين هذا تا هو عجبني فيه الكحل وداك اللون. وهذا تا هويا ممكن بزاف زكريا كاين بزاف هكا التواب الكاروت هما هاد المخطين عطا الله فاش تخيروا صراحه. وهادو ديال الشبكه تا هما جوج اورو هادو في الوان ديال الشبكه. هادو هنايا حتى هنا حاطين تويبات زوينين في الجهه الاخرى نفس المحل وكاين في الجهه الاخرى. هادو فنين حتى هما بالنسبه للصيف غزالين لوينات. هذا ديال البرودي بالنسبه اللي بغات دير هكا شي حاجه. المهم ديال جوج اورو كاين زعما فاش تخيروا. وهادو حتى هما فنين هاد اللوين حتى هو هاد البيج هذا حتى هو مشبك هذاك التحتاني حتى هو مشبك. وكاين هاد الليموني فيه حتى ازرق شي حاجه مخيره صراحه. جوج اورو هاد الصفيفر حتى هو غزال مطارد ماشي صفر. وهنايا كاين هادو المبره حريره البنات المبره غزاله 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 طايحه ولكن هادو طالعين شويه الثمن وقيل 10 اورو ولا مع 8 اورو المترو. هادي حتى هي فنه كيف كتشوفوا مكرشه كاين فيها الكحل وداك الغوز بيبي والكرونا. هذا حمقني شوفوا كي داير من التحت ومن الفوق مبرا وبحال مكرشه. كاين زعما كاين عندهم اللي بالنسبه اللي كتبغي التواب مبرا هذا مبرا حتى هو في اللوان مبرا ملون. هاد الكحل تا هو شتو كي داير منمر غزال تا هو فن. كاين زعما كاين كاين ما يدار صراحه عندهم التواب غزالين. كاين جوج محلات هاد المحل وكاين المحل الاول اللي وريتكم هذا اللواط بالنسبه لواحد الاخت كانت سولاتني عليه. عندهم اللواط العبار تا هو اللي بغات تعمر به شي حاجه راه عندهم اللواط. عاد طلعت الفوق كيف كتشوفوا راه الدروج هادوك هادو ديال الخوامي حتى هما شي حاجه روعه 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 شي حاجه غزاله. كل حاجه والثمن ديالها كاين 8 اورو كاين 10 اورو كاين 6 اورو على حساب. هادو حتى هما فنين هادو اخر ما كاين في الريدوات كيف ما نقولوا الرواق الخوامي الحجاب كل واحد كيفاش كيقول لهم الحجوب ولا الحجاب وقيل الناس ديال الشرق تيقولوها كل واحد واش تيسميهم. وزوينين صراحه فنين ملي تخيطي هكا عاد كيطلع زوين. وكاين فاش تخير انا الكري والبيض حمقني هاد الكري ديالهم زوين. هذا حتى هو فن كاملين كاملين صراحه كلهم كيحمقوا تويبات غزالين. هنايا هادو هما الاثمنه ديالهم هادو شكل اخر هادو 6 اورو المترو. هاد الشكل هادو بحال كاري وشكل ديالهم زوين صراحه. هادو هادوك 10 كاين 6 كيف قلت لكم 10 12 على حساب كل حاجه والثمن ديالها. وهادو حتى هما كيجيو هكا كيف كتشوفوا داك الطليمطات اللي كيتخيطوا المبره وكديري الوسط ديالها ولا المخاد ولا
زوين هاد الشكل تا هو غزال. هذا واقيلا 15 أورو المترو. بالنسبة اللي كتبغي طليمطات 15 أورو المترو. هادو ماشي كلشي، هادو اللي من هنا هما اللي 15 أورو المترو. شحال نقولو 3000 ريال، ياك 15 أورو 3000 ريال وقيلا، الا غلطت صحو ليا. هانتوما اللوان فنين فنين، حمقني انا هذا الكري تا هو كاملين كاملين صراحه كاملين، ما نقولو حتى حاجه خايبه، كلشي زين. الله يرزق عمهم والصحه صافي. هانتوما هادو تا هما يا. بالنسبه اللي تحزات وبغات تاخد تواب ديال الطليمطات وتخيطهم، فهما راه عندهم فاش تخيروا. حتى الاولين اللي وريتكم واعرين في داك التين دا، شتيهم فنين هذوك، تما تمارييهم بحال بداك الشكل اللي دايرين غزالين زوين بزاف. زكريا هاد التفصيله تا هي فنه غزاله، هادي تا هي فيها مترو وقيلة 70 على مترو 40، ما فهمتش. هادو 17 أورو هاد الكوبو، هذا ما عرفتش هذاك العبار اللي فيه، ما كنفهمش انا في العبار ديال التفاصيل. المهم زوين صراحه زوين. هادو تا هما كلهم تفصيلات، وكتصادفي تا هما شي حاجه هكا. هذاك الزرق وفيه القصيبي تا هما كيف قلت لكم، الثوب راه ما كيتحقرش حتى كيتخيط، الفصاله هي اللي كتلعب الدور في الثوب. انا كنقولها دائما، هذاك المبره تا هما غزالين. كاين المبره بزاف اللي كيعجبهم بحال هذا الشكل، راه كاين بزاف، ما قدرتش نوريكم كل شيء. هذا تا هو غزال، هذا زوين. هادو بحال هذوك دابا ولاو شي تكاشط كيتخيطوا بالتواب بحال هذا الشكل. غنوريكم في الاخر واحد التواب واعرين، هذوك التكاشط اللي دابا دارجين على الموضه، هادو فنين. شوفوا كي دايرين التواب غزالين. 5 أورو نقولوا 6 أورو المترو. هادو انا شت كاشط ولاو بهذا الشكل هذا، وفن غزال. هاد اللوينات حتى هما فنين كيف كتشوفوا، واخا الثوب غليظ شويه ولكن كيبانوا فيه زوينين، كيبانوا واعرين. هادو هما اللوينات اللي فيهم. هذا حتى هو زوين، هذا حتى هو فن. هاد اللون اللي فيه اللون دارج على الموضه. وهادو هما اللوينات اللي فيهم. المهم اللي قديت علينا راني درتو معاكم في التواب، ولكن مره اخرى وندير لكم جوله مزيانه. وبهذا البنات كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، الروتين ديالي من الصبح حتى العشيه. درت لكم دويره في التواب غزالين البنات، هاد التواب اللي كاينين غزالين، وكاين كل حاجه وثمنها، كاين الغالي وكاين الرخيص، وانتوما اللي قديتو عليه خذوا. بزاف الاخوات كيطلبوني على جوله في هنا ديال التواب، انا درت لكم دويره خفيفه ظريفه. وهذا مكان كنظن غادي ان شاء الله نسد معاكم الفلوغ هنايا. المهم هذيك التينده اللي مشيت ليها دابا بوحدها هي اللي مشيت لها في داخل كاينه في ديك الزنقه اللي وريتكم، وهذه اللي كنت كندير لكم فيها دائما هي هذه، مقابله مع اليوب كاي اتوتشا اليوب. بحال غتمو جايين من هنايا، غتجي الى ركبتو هنايا غتجيو من شوفوا فين من عتاليكم، غتجيو من صون وتطلعوا هكا جايين، غتجيو كاي اتوتشا. بغيت نشوف شي سميه هكا باش تعقلوا. كاي اتوتشا راه معروف، النمره بلاتي نشوف النمره باش نقول لكم. المهم 26 النمره ديال الدار اللي متكي عليه، هما ما عرفتش شحال النمره ديالهم. المهم 26 اتوتشا 26 غادي يبان لكم الحانوت متكي على الدار النمره 26 26 كاي اتوتشا 26، حيت بزاف كيسولوني فين كاين هذا، وراه كاين واحد سميتو هانتوما خيناسيو، ها هو باش من تكونوا جايين تشوفوه. صافي وغادي تزيدوا شويه، كاينه ديا مني غتكونوا جايين من صول، غير تنزلوا في صول تسولوا على كاي اتوتشا، وغادي تجيو حتى لهنا مقاصدين، ما توضروا ما والو. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني دائما، وهذا ما كان عزيزتي، هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم.
دابا غادي نمشي لداري عند وليداتي، الله يجعل البركه، وهذا مكان، مع السلامه.